السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه نشرة أخبار 7 إن نيوز من قناة الظفرة. أهلا بكم، والبداية مع العناوين. رئيس الدولة ونائبه يهنئان ملوك ورؤساء وأمراء الدول بالعام الميلادي الجديد. بوتين يوجه رسالة إلى الغرب، ماذا تضمنت؟ الناس يتجمعون في ساحة القديس بطرس لتكريم البابا السابق بندكتوس 16. وفي العناوين أيضا، تشي الاقتصاد الصيني ما زال ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع تطور سليم. إلى التفاصيل. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بقيات تهنئة مناسبة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2023 إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول، وقد تمنى سموه لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم الخير والازدهار. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول ورؤساء الوزراء. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقيات تهنئة إلى فخامة الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيقة بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الفريق أول عبد الفتاح البرهان. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ميغيل دياز كانيلا رئيس جمهورية كوبا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس ميغيل دياز كانيلا. وبعث أيضا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقيات تهنئة مماثلة إلى معالي مانويل ماريرو كروز رئيس وزراء جمهورية كوبا. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى البابا فرانسيس بابا الفاتيكان في وفاة بابا الفاتيكان السابق بندكتوس 16. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تعزية مماثلة إلى البابا فرانسيس بابا الفاتيكان. وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي شكرا خاصا لموظفي حكومة دبي على إخلاصهم وتفانيهم وعطائهم، مشددا على مساهمتهم في جعل دبي نموذجا عربيا وعالميا في الإدارة وأيضا تصميم توجهات المستقبل. وجاء في رسالة سموه: إخواني وأخواتي فريق عمل حكومة دبي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عام سعيد علينا جميعا بإذن الله، نستكمل فيه معا بناء على ما حققته دبي في العام الماضي من إنجازات أسس نهجها سيدي ومعلمي وقائدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمدينة لا تكتفي بتصميم المستقبل بل تصنعه. فريقي المتميز، أنتم من ساهمتم في جعل دبي نموذجا عربيا وعالميا في الإدارة وتصميم توجهات المستقبل، فشكرا لإخلاصكم وتفانيكم وشكرا لعطائكم. أمامنا فرص كثيرة وطموحاتنا دائما كبيرة ونعمل على إنجازها معا، فغايتنا الأسمى الاستمرار وبروح الفريق الواحد في تحقيق الأثر الإيجابي في حياة كل فرد في مجتمع دبي. كل عام وأنتم ومن تحبون بخير وصحة وسلامة. أخوكم حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. وثقت موسوعة غينيس للأرقام القياسية احتفال مهرجان الشيخ زايد بالعام الميلادي الجديد من خلال أضخم عرض للألعاب النارية وأضخم عرض لطائرات الدرونز،
وأيضا الذين يمتدان إلى نحو 60 دقيقة تقريبا. ويقدم المهرجان أيضا أضخم عرض لطائرات الدرونز، والذي سيحطم رقما قياسيا في مجموعة وموسوعة جينيس للأرقام القياسية باستخدام أكثر من 3000 طائرة درون، حيث ترسم طائرات الدرونز رسالة ترحيبية بالعام الجديد في نهاية العرض الشيق. نتابع. وفي ذات السياق، أبهرت دبي الملايين حول العالم خلال احتفالاتها الأسطورية بالعام الجديد 2023، حيث تلألأت سماؤها بعروض الليزر والضوء والألعاب أيضا النارية، والتي استقطبت مئات الآلاف من الزوار، وتابعها أكثر من 3 مليارات شخص حول العالم بواسطة البث المباشر، وما جعلها واحدة من أكثر احتفالات ليلة رأس السنة مشاهدة في العالم. نتابعه معا. وإلى أخبار العربية والعالمية من 7 إي نيوز. قال رئيس مجلس السيادة العسكرية الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان: نؤكد التزامنا الذي أعلناه في 4 يوليو 2022 بخروج المؤسسة العسكرية نهائيا من العملية السياسية. كما أضاف البرهان عبر كلمته التي ألقاه للشعب السوداني بمناسبة الذكرى 67 لاستقلال السودان: مع التزامنا بحماية الفترة الانتقالية استجابة للمطالب الثورية وضرورات الانتقال، ونرجو أن يتم تكوين الحكومة الانتقالية من الكفاءات الوطنية المستقلة، وتكون برامجها الأساسية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل الاقتصادية والعمل على استكمال بناء السلام وتحقيق الأمن والاستقرار وتهيئة البلاد للانتخابات مع توحيد الوحدة الوطنية. وجه الرئيس الروسي بوتين رسالة للغرب بمناسبة العام الجديد، يتهمه باستخدام أوكرانيا لضرب روسيا، وذلك في كلمة بمناسبة حلول العام الجديد، حيث اتهم الغرب صراحة بالكذب، وقال إنهم شجعوا النازيين الجدد على القيام بأعمال إرهابية وضد المدنيين في دونباس الشعبية، واستخدموا أوكرانيا لتقسيم روسيا. هذا وقال بوتين إن الغرب كذب بشأن السلام بينما كان يستعد للعدوان. بوتين أثنى على دور الشعب الروسي ومساندته للقوات الروسية، وتعهد بالتغلب على المصاعب وإنقاذ مستقبل البلاد وتحقيق هدف العملية العسكرية، وهو حماية روسيا. قال الرئيس فولادمير زيلينسكي للأوكرانيين وهو أيضا يلقي خطابه ليلة رأس السنة الجديدة: إنني معجب بكم جميعا، أنتم رائعون، مضيفا أنه يتمنى النصر على الهجوم الروسي في عام 2023. الأمم المتحدة نعت البابا السابق بندكتوس 16 عبر فيلم وثائقي يتحدث عن علاقته بالأمم المتحدة، وذكرت أنه كان مبدئيا في إيمانه ولا أيضا يكل في سعيه لتحقيق السلام، ومصمما في دفاعه عن حقوق الإنسان، وكان مرشدا روحيا للملايين في جميع أنحاء العالم، وأحد علماء اللاهوت الأكاديميين أيضا الرائدين في عصرنا. هذا وتطرق الفيلم إلى زيارته عام 2008 وخطابه إلى الأمم المتحدة ونداءه من أجل بناء العلاقات الدولية بطريقة تسمح لكل شخص وكل شعب أن يشعر أنه بإمكانه إحداث فرق. اجتمع الناس في ساحة القديس بطرس لتكريم البابا السابق بندكتوس 16 للصلاة من أجله، فلقد كان بابا حكيما قادرا على توجيه الكنيسة في علاقاتها مع العالم على حد قول محبيه.
عرضت رئيسة تايوان تساي إنغ وون على بكين المساعدة في التعامل مع انتشار فيروس كورونا المستجد. وقالت تساي خلال عامها الجديد: طالما أن هناك حاجة لبناء وبناء على موقف الرعاية الإنسانية، فنحن على استعداد لتقديم المساعدة اللازمة لمساعدة المزيد من الأشخاص على الخروج من الوباء والتمتع بعام جديد صحي وآمن. وفي ضوء التوترات الحالية بين الصين وتايوان، ناشد رئيس لسلطات بكين من أجل السلام والاستقرار في مضيق تايوان. عززت برازيليا الأمن من خلال المزيد من قوات الأمن وحواجز الطرق وفحص المركبات في الشوارع والطرق في جميع أنحاء المدينة، قبل تنصيب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفيا وسط التوترات وأعمال العنف المحتملة، حيث قام ضباط الشرطة بفحص السيارات والسائقين أيضا على الطرق والشوارع حول كاتدرائية برازيليا. ومن المقرر أن يتم تنصيب البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفيا كرئيس للبرازيل لولاية ثالثة. أما الآن فإلى مقال اليوم. مقال اليوم بعنوان: ما الذي ننتظره في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات عام 2023؟ بقلم أنودي برهار من موقع 7 نيوز، جاء فيه: المؤسسات بصدد التوجه عالميا نحو الأتمتة وأيضا ترسيخ البائعين والأسواق السحابية بهدف تبسيط إدارة البيئات متعددة السحب، سواء أدرك الناس ذلك أم لا، فإننا نقضي معظم وقتنا على شبكة السحابية. إن إدارة كل شيء وتتبعه عبر بيئات سحابية متعددة الخدمات تجعل تطبيق إدارة مناسبة والسيطرة على التكاليف أمرا معقدا للغاية. هل أنت ملم بجميع أحمال العمل وأنظمة إدارة المشتريات والحاويات والمفاتيح والعملات الرقمية المشفرة التي تملكها؟ على أي سحابة توجد؟ من يملك صلاحية الوصول إليها؟ هل دورة سياسة إدارة المعلومات مطبقة على الموظفين والأقسام والبيانات؟ هل يمكنك التعامل بسهولة فيما يتم تخزينه ومكان تخزينه؟ هل تتحكم في قيمة التكاليف الإجمالية الخاصة بك؟ الأتمتة يواجه باستمرار قطاع تكنولوجيا المعلومات فجوة في المهارات والموارد، لذلك ومع إضافة الشركات لمزيد من أيضا البيئات السحابية أصبح تحقيق الامتثال تحديا جديا. يمكن للأتمتة أن تساعد في إدارة المستخدمين وتطبيقات الأجهزة والبيانات عبر هذه البيئات السحابية بشكل أكثر كفاءة وفعالية وأقل تكاليفا. والآن مع أخبار بانوراما من 7 إي نيوز. يظهر صانعو الأفلام الشباب مواهبهم ويثيرون إعجاب الجمهور في مهرجان طريق الحرير السينمائي الدولي 9 والذي يقام في مدينة شيان شمال غربي الصين، برعاية مشتركة من قبل مجموعة الصين للإعلام وحكومة مقاطعة شانشي وحكومة مقاطعة فوجيان. انطلق المهرجان السينمائي هذا العام وجذب المئات من صانعي الأفلام في جميع أو من جميع أنحاء العالم أيضا، حيث سيتم عرض أكثر من 100 فيلم في دور السينما وعبر الإنترنت. تضمن الحدث الكبير 7 أقسام رئيسية مثل قسم مسابقة جوائز طريق الحرير الذهبي، حفل الافتتاح وعروض الأفلام، وحفل منح الجوائز. أما كاريكاتير اليوم من اليوم 7 2023: سنة سعيدة يا رب. وإنفوغراف اليوم من 7 إي نيوز فهو بعنوان: أكثر المدن ملائمة للعيش في العالم. أما تغريدة اليوم من تويتر حول رحيل الفنانة أنيتا بوينتر، حديث الكاميرا لهذا اليوم اخترناه لكم
من الموصل في العراق حول دير مار متي الأرثوذكسي، والذي يعتقد أنه أحد أقدم الأديرة الموجودة. وقد استقبل المصلين في هذه المناسبات الدينية والأعياد بالقرب من الموصل. نتابع. أما الآن فإلى أخبار الاقتصاد من 7 نيوز. أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ دخول بلاده مرحلة جديدة في مكافحة فيروس كورونا، لافتا إلى تحديات صعبة في تصريحات الأكثر صراحة في التراجع عن سياسة صفر كورونا، والتي أدت إلى تفشي الفيروس في البلاد والضغط على النظام الصحي. هذا وقال شي جين بينغ في كلمة بمناسبة العام الجديد، اتباعا لنهج مستهدف وقائم على العلم، كيفنا استجابتنا لكورونا على ضوء تطور الوضع لحماية الحياة والصحة إلى أقصى قدر ممكن. وأدلى تشي بأول تعليقات حول سياسة صفر كورونا منذ أن اتخذت حكومته خطواتها الأولى لتخفيفها في 7 ديسمبر 2022. أكد تحسين هذه السياسة لحماية الأرواح وتقليص التكاليف الاقتصادية لأدنى حد. النشرة مستمرة، وإلى أخبار الرياضة من 7 نيوز. أطلقت جمعية الإمارات للخيول العربية خدمة إصدار جواز الخيل الإلكتروني للخيول العربية، وهي خدمة رائدة وفريدة من نوعها، يتم من خلالها إصدار الجواز الإلكتروني لكل خيل عربي بالدولة. وتعد هذه الخطوة مشروعا رائدا وضخما على مستوى المنطقة والعالم، يمثل نقلة نوعية في مسيرة عمل الجمعية. نتابع. شارك الآلاف من سباق سان سيلفستر فاليكانا، والذي يبلغ طوله 10 كيلومترات، في مدريد، والذي يقام تقليديا كل عام في 31 ديسمبر. وقد اجتمع أكثر من 40,000 عداء في شارع كونشا إسبينا للاستمتاع بالسباق النهائي لعام 2022، حيث كان السباق بإجمالي 5 بدايات لفئات مختلفة. وعن أحوال الطقس في بعض الدول العربية والعالمية. تذكير بأهم وأبرز العناوين. رئيس الدولة ونائبه يهنئان ملوك ورؤساء وأمراء الدول بالعام الميلادي الجديد. بوتين يوجه رسالة إلى الغرب، ماذا تضمنت؟ الناس يتجمعون في ساحة القديس بطرس لتكريم البابا السابق بندكتوس 16. في العناوين أيضا، تشي الاقتصاد الصيني ما زال ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع تطور سليم. كنا معكم مشاهدينا من 7 نيوز، في أمان الله وإلى اللقاء.